السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من سطات، من خلال مواكبتنا وموافاتنا للمتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في بجل الأثمنة اللي كاينة في السوق، لا بالنسبة للخضار لا بالنسبة للدجاج. الدجاج الرومي اليوم اللي داير الثمن ديالو ما بين 16 درهم 16 درهم ونص، جينا يعني كنشوفوا الدجاج البلدي، الدجاج البلدي اللي يدير الثمن ديالو 65 درهم الكيلو، 65 درهم الكيلو. كاين واحد الإقبال يعني بالنسبة للناس اللي أنهم يحاولوا أنهم كيقتنيوا هاد الدجاج البلدي، اللي غادي نعرفوا مع واحد البائع ديال الدجاج البلدي اللي هو معروف هنا بالمدينة ديال سطات، اللي غادي يحكي لنا على الاثمنه ديال الدجاج وكيف داير السوق ديال الدجاج البلدي. تفضل اخويا. شكرا لك اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. بغيناك اخويا تقول لنا غير الاثمنه ديال الدجاج البلدي كيف داير اليوم هنا في السوق، اليوم السبت اللي كنتواجدوا بهذا المارشي ديال المبروكه ياك. نعم السوق مبروكه. الناس يعني المعروفين بيع الدجاج البلدي هنا بالمدينه ديال مبروكه ضروري. السلام عليكم خويا بخير. خويا الدجاج البلدي مقبول، غادي الثمن 65 درهم الكيلو، ولكن عليه الاقبال شويه. كاين الناس اللي كيبغيو، ماشي واخا يكون قليل كيبغيو كيوصيو عليه، والثمن راه شويه راه كاين طالع، ولكن ما حتى الفلاح هو راه ما عندوش، ما كاينش مع الجوع وداك الشيء راه ما رغم خويا يعني رغم انه كاين يعني الثمن ديال الدجاج الرومي كاين الثمن، ولكن الناس كياخذوا الدجاج كياخذوا اللي مطبع على شي حاجه، اللي مطبع على شي حاجه راه كيديها، واخا يكون 80 ولا 75 راه يديه، اللي مطبع على شي حاجه 80 درهم انه هو يديه يديه يديه. الله يكبر بك خويا، والله هذاك الشيء اللي كاين اخويا. الله يحفظك. هذاك الشيء يعني 65 درهم 65 درهم الكيلو. فروج كيف فروج كيف لا لا الدجاج لا الدجاج لا الدجاج ما تباعش الكيلو، الدجاج 60 درهم 70 درهم الحبه. الدجاجه دايره 60 درهم 70 درهم الحبه، 70 درهم الحبه. نعم. والفروج الفروج للكيلو لا في الفروج الكيلو 65، الفروج 65 درهم الكيلو. 60 درهم الكيلو. نعم. طيح على السوق. لا الدجاجه بوحدها، الدجاجه بوحدها 65 درهم الكيلو. هذاك الشيء اللي كاين. الله يحفظك اخويا. انا ما كاين حتى مشكل. وعواشر مبارك. الله يحفظك. معك مرضوان من سطات. مرضوان مرحبا سي رضوان. يلا. مرحبا سي رضوان. السلام عليكم. انا راه من الناس اللي معروفين هنا في بيع الدجاج البلدي، خصوصا بهاد السوق مبروكه. السوق مبروكه اللي معروف. شكرا سي رضوان. مرحبا. شكرا لك اخويا. مرحبا. كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. والحمام الله يحفظك الله يحفظك. هذا هو اللي كاين. شكرا اخويا. كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، ارتئينا اننا يعني نعرفوا الاثمنه ديال الدجاج، خصوصا من عند البائع ديال الدجاج البلدي هنا اللي معروف بسطات، خصوصا بالمارشي ديال مبروكه. الدجاج اللي يدير الثمن ديالو 65 درهم الكيلو. 65 نعم اخويا. 65 درهم الكيلو. ارتئينا اننا ننقل لكم الاثمنه متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر للدجاج الرومي اللي يدير 16 درهم ونص الكيلو، ولكن الثمن ديال الدجاج البلدي داير 65 درهم الكيلو. ورغم ذلك كيف ما صرح لنا الاخ رضوان بائع الدجاج هنا الدجاج البلدي بالمارشي ديال مبروكه، قال لك رغم انه يوصل
ال 65 80 درهم راه كاين العشاق ديال هاد الدجاج. قول لي اخويا يعني الدجاج البلدي كي ما مبينش يعني كاين اللي كيديروا عليه كيديروا عليه الرفيسه كيديروا عليه بزاف ديال الحوايج ورغم انه يعني مع بلدي راه صحي صحي بزاف ديال الحوايج احسن من البلدي كيعمروه بحال احسن من الرومي كيعمروه دابا فهمتي الديكور كيشدوه كيعمروه كشكون شي مره بحال مثلا بحال ما كش كيعمروا ليه داك الشيء ديال الحلبه وداك التخربيق ديال العيالات راك عارف كيعمروا وكيعطيو ولاد تاكلوا. الله يحفظك اخويا. وش حياتي الاولاد سطات جيبوا لينا زياش ما بغيناش حكيمي راه عيان لا بغينا زياش. تحياتي لك اخويا الله يحفظك عواشر مباركه. شكرا لك اخويا. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات بالضبط من مارشي مبروكه كان لنا لقاء مع البائع رضوان بائع الدجاج البلدي. كنشكركم على التواصل والتفاعل والى اللقاء في بث مباشر اخر.